طيب دلوقتي عايزين نتكلم البايثون بروجرام عبارة عن ايه ببساطة، وده الحقيقة مش البايثون بروجرام بس، ده هو غالبية البروجرامينج لانجوج. هو هنا بيقول لي ان اي لانجوج دايما وانا بكتب البرنامج عبارة عن سيكونس اوف مجموعة من ديفينيشنز وكوماندز. ديفينيشنز، تعالوا نتخيل ان انا عندي مثلا variable اسمه ايه بيساوي variable تاني اسمه بي زائد variable تالت سي زائد 5 زائد 10. الكوماندز اللي موجودة عندي هنا، عندي في كام كوماند هنا؟ تقريبا في كوماند 2 3. طب دول نقدر نسميهم، نقدر نسمي ده ديفينيشن. ليه؟ لان انا ممكن احط دولت في اي حاجة تانية. ممكن حد يقول لا ده انا هكتب برنامج تاني اسمه مثلا الباي اللي هي 22/7، في اول البرنامج، وحاجة زي كده اقول عليها والله زائد مثلا، يعني نغير المثال نخليه زائد باي. الباي دي تعتبر ديفينيشن. هل وانا بشغل البرنامج محتاج يعمل الحسبة دي، ولا ممكن قبل ما اشغل البرنامج يروح يشيل السطر ده ويحط بداله 22/7، يحط القيمة بتاعتها اللي هي 3 بوينت 14 whatever القيمة، يبقى هو قبل ما يشغل البرنامج اصلا يقدر يشيل لي الباي ويحط بدالها القيمة دي، ويقدر يشيل لي الخمسة زائد 10 ويحط بدالها 15، ويقدر يشيل لي ده كله الحقيقة ويحط بداله 15 زائد اللي هي 18.14. يبقى كل ده بيتعمل مش في الران تايم، بيتعمل اوف لاين، بيتعمل قبل ما البرنامج اصلا يرن. لكن قيمة البي اللي هي ممكن تبقى جاية من اليوزر، وقيمة السي اللي هي جاية من اليوزر ما يقدرش يعرفها، يبقى دي تشتغل فين؟ في الران تايم. يبقى انا عندي البرنامج عبارة عن مجموعة من الديفينيشنز زي باي بتساوي 22/7، ودي هتتعمل قبل ما البرنامج يشتغل خالص، وانا بكتب البرنامج اصلا وبيحوله للايه، للكود بتاعه او للاكسكيوتابل. لكن الانتربريتر بتاعنا هيبدأ ينفذ الكوماندز دي في الران تايم. زي ايه الكوماندز اللي انا عندي هنا؟ عندي في بلس وفي بلس تاني، وكل دول اتفقنا ان هو يقدر يحولهم لحاجة واحدة. وفي assignment هنا ان هياخد كل المجموع ده يحطه فين؟ يحطه في الايه. يبقى تاني البرنامج بتاعي عبارة عن مجموعة من الديفينيشنز ومجموعة من الكوماندز. الديفينيشنز بيعمل لها evaluation في الاول، الكوماندز بيتعمل لها evaluation اثناء ما البرنامج بيتعمل له execution بالبايثون انتربريتر. البايثون انتربريتر عبارة عن ايه؟ هو برنامج كبير كده بيروح يمسك الاوامر اللي موجودة عندي في البرنامج وينفذها امر ورا امر ورا امر بالترتيب اللي هما بقى. ده بالترتيب المكتوب بيه، وده بنسميه البايثون انتربريتر. تعريف الكوماند تاني ايه هو؟ هو انستراكشن بيقول للانتربريتر تعمل حاجة معينة. وبما ان الانتربريتر دلوقتي ما بقاش هو البروسيسور بتاع الكمبيوتر، بقى برنامج تاني معقد اكتر، فهنلاقي البايثون لانجوج تنفع تعمل لنا حاجات فيري ادفانسد اكتر من البرامج البسيطه اللي نقدر نعمل لها ران على البروسيسور دايركت. اذا طبعا ده معناه ان انا اصلا الانتربريتر ده برنامج، وبرنامج قوي جدا شغال عمال بينفذ لي البرنامج بتاعي. مجموعه البروجرام بتاعي ده اللي هو عباره عن مجموعه من الكوماندز ومجموعه من الديفينيشنز، ممكن اكتبه في شيل. الشيل دي اللي هي بتبقى زي شاشة سودة كده زمان كنا بنشوفها في الران، دلوقتي ممكن تبقى شاشة تانية بنكتب فيها الاوامر ويطلع لنا الريزلت على طول زي الكالكوليتر. وممكن يبقى فايل نكتب فيه مجموعة من الاوامر بتاعتنا او البروجرام بتاعنا ونعمله ران مرة واحدة ونشوف الشكل ده، الاوتبوت شكله هيبقى عامل ازاي. الحاجة اللي فاضلة دلوقتي بالنسبة للبايثون اللي احنا اتكلمنا عليها، زي ما اتكلمنا على الكوماندز والديفينيشنز وازاي، والشيل، والشيل اللي هي التول او الانتربريتر اوتبوت اللي نقدر نشوفه ونكتب ونشوف الاوتبوت على طول، الاوبجكتس. ايه الاوبجكتس؟ الاوبجكتس هي الوحدة بتاعتنا اللي بتشيل الداتا.
يبقى بنسميها داتا اوبجكت، الوحدة اللي هتشيل الداتا. طب الوحدة اللي هتشيل الداتا دي ممكن تشيل انواع مختلفة من الداتا، ممكن تشيل لنا رقم 1 2 3 4 نمبر. طب حتى لو تخيلنا ان احنا عندنا اوبجكت هينفع يشيل النمبر، طب النمبر ده طبيعته هتبقى ايه؟ النمبر ده ممكن يبقى انتجر نمبر، انتجر نمبر اللي هو نيجاتيف وبوزيتيف وزيرو، يعني مفيش فلوتينج، مفيش ديسيمال بوينت. النمبر ده ممكن يكون فلوت، يعني في ديسيمال بوينت 1.5 وبوزيتيف ونيجاتيف في نفس الوقت. يبقى الانتجر هيبقى عندنا نيجاتيف 2 0 بوزيتيف 1 وهكذا، ده انتجر. الاوبجكت ده اللي هو الوحدة بتاعت الداتا بتاعتنا ممكن تبقى كاركتر زي الايه مثلا. يبقى ده معناه ان انا لو جيت قلت اوبجكت بتاعي، الاوبجكت بتاعي اللي هو نمبر زائد كاركتر، المفروض الانتربريتر يعرف ان في حاجة غلط، في سينتاكس ايرور، انا مش من حقي اجمع او في سيمانتيك ايرور، لان هنا السينتاكس شكله منطقي، لكن السيمانتيك الفيكسد سيمانتيك ايرور هيبقى واضح. طبعا الاوبجكتس برضو الحقيقة الحاجات دي هناخدها بالتفصيل وهناخد أمثلة عليها، بس احنا عايزين ناخد ديفينيشنز وبعدين نرجع نعرف هو احنا كنا بنتكلم عليه. طب الاوبجكت بتاعي اللي شايل داتا ده ممكن يكون سكيلر، يعني انا عندي الاوبجكت ده شايل رقم نمبر، وممكن يكون اوبجكت كبير شايل مثلا كاركترز جنب بعضها بنسميها سترينج، هنا شايل ايه وهنا سي وهنا ام وهكذا، يبقى ده بنسميه سترينج، يبقى ده نون سكيلر، شايل اكتر من حاجة بنسميه structural. وممكن الاستراكشر ده يبقى شايل مثلا، عندنا استراكشر كده شايل اول مكان فيه النيم، تاني مكان فيه الديت ديت اوف بيرث مثلا، تالت مكان العمر وهكذا. يبقى ممكن يكون حاجة نان سكيلر وشايلة تفاصيل أكتر، وممكن يبقى سكيلر مفهوش غير معلومة واحدة بس. طيب نكمل كلامنا على السكيلر اوبجكتس، أو اتفقنا ايه المقصود بكلمة اوبجكتس؟ هو المديول اللي هيبدأ يشيل لي ديتا. عندي السكيلر حاجة بتشيل حاجة واحدة بس. عندنا الحقيقة 4 اوبجكتس أساسيين في البايثون. أشهر حاجة الحقيقة موجودة في كل اللانجوج هي التلاتة اللي احنا شايفينهم دول، الانتجر او اللي بيشيل الاعداد الصحيحة 5 6 -1 -2، والانتجر هنا ممكن يبقى بوزيتيف وممكن يبقى نيجاتيف. الحاجة التانية الفلوت اللي هو ريال نمبر، عندي 3.2 3.5 نيجاتيف 3.2 نيجاتيف 3.5 نيجاتيف 1.0 0.0، كل ده يعتبر فلوت. البوليان او البول بنسميه البوليان اللي هو true or false، هي عندي variable شايل two condition two states، يا اما true يا اما false، وده هنستخدمه في اي في ال conditional expressions بتاعتنا وهنشوف ازاي دلوقتي. scalar type تاني اسمه non type، ده special، حاجة special الحقيقة مش موجودة في كل ال language، دي حاجة بتشيل value واحدة بس، بتشيل ليها قيمة non، وهنشوف استخداماتها بعدين. طب السؤال، طب انا دلوقتي كتبت حاجة، تعالوا نجرب دلوقتي، لو انا كتبت حاجة في اللانجوج في الشيل بتاعتي، هل اقدر اعرف الديتا تايب بتاعتها؟ تعالوا نجرب. تعالوا هنا طبعا الان، لو انا كتبت مثلا 3 في الان فالاوتبوت بيطلع 3 لان هو ده اللي انا كتبته. طب لو كتبت تايب بقى، عندي فانكشن تايب، دي فانكشن موجودة جاهزة في البايثون abstracted، انا معرفش هي بتفاصيلها ايه، لكن انا عارف الانبوت اوتبوت بتاعها. لو انا كتبت تايب ورحت كاتب 3 ورحت عامل انتر، فعايز اللي الشيل دلوقتي او الانتربريتر ينفذ لي الانستراكشن ده، فقال لي انتجر. يبقى التلاتة بالطريقة اللي انا كاتبها دي البايثون انتربريتر فهمها انها انتجر،
هل لو كتبتها بطريقة تانية الانتربريتر ممكن يفهم ان هي مش انتجر؟ يعني هل التلاتة دي لو كتبت بطريقة تانية ممكن تبقى مش انتجر؟ اكيد. تعالوا نجرب. لو كتبنا اولا سوري ال 3 بوينت، لو كتبنا 3.0 هي نفسها الثلاثة اللي كنا كاتبينها فوق فطلعها لي 3.0. طب لو كتبنا تايب كده الانتربريتر بيروح يشوف الفاليو اللي مكتوبة بين الأقواس أو الفانكشن اللي عندنا، التايب دي هتاخد الفاليو دي وتبدأ تشوف الديتا تايب بتاعها ايه، والانتربريتر هيقول لي هو فهم ال 3.0 دي على انها ايه، فتعالوا نشوف فهمها على انها فلوت، فلوت اللي هي اتفقنا ريال نمبر. طب لو كتبنا 3 ايكوال ده تيست كونديشن، ده اكني بقول هي 3 بتساوي 3 ولا لا، فهنا قال لي ترو لان 3 بتساوي 3. طب لو قلت له التايب بتاع 3 ايكوال 3، يعني انا هنا ايكوال معناه ايه، هو الرقمين دول بيساووا بعض ولا لا، ف3 ايكوال 3 بترجع لنا داتا تايب ايه، بترجع لنا داتا تايب اسمه بوليان، فالمفروض التايب هنا يطلع بول اللي هو بوليان. فده دلوقتي احنا نقدر لما نيجي نكتب وانا عايز التلاتة بتاعتي تبقى فلوت، يبقى المفروض اكتبها بالطريقة دي عشان الانتربريتر يفهم انها فلوت. ده معناه ان انا لو عملت 3 باي 2 او حتى لو عملت 3 ديفايد 2 فطلعت 1.5، يبقى هو في الحالة دي اتعامل مع ال 3 وال 2 على انهم فلوت. بينما لو انا كنت عايزه يعمل القسمة على اساس انها انتجر ديفيجن، يبقى كان لازم اقوله بالطريقة دي 3 ديفايد ديفايد 2، يبقى اتعامل معاهم هما الاثنين على انهم انتجر وطلع لي ناتج القسمة اللي هو في الحالة دي هيبقى 1. وطبعا هيبدأ يجي السؤال بقى، طب لو انا عندي داتا تايب في اي وقت ما كانت انتجر وعايز اعمل عليها اوبريشن او عايز اتعامل معاها على انها فلوت، ينفع؟ ينفع. انا لو هنا عندي داتا تايب 3 بالطريقه دي، لو كتبته بالشكل ده فلوت واديت له 3 فهيرجع لي 3.0 وهكذا، يرجع لي حاجه فلوت. ولو كان عندي حاجه بالشكل ده انتجر، طلبت انتجر، طبعا في الحاله دي هيحصل ترانكيشن وهيشيل لي الديسيمال بارت او الجزء اللي بعد الفلوت بوينت فلوتنج بوينت ويطلع لي 3. تعالوا نجرب الكلام ده. لو انا جيت قلت له float 3، شايفين بقى كتبها لي 3.0 على اساس ده معناه ان هو فاهم اللي خارج من هنا ان هو 3.0. طب لو جيت عملت 3 multiplied by 2 equal فمطلعها لي 6. لو جيت قلت له الطيب بتاع 3 multiplied by 2 متوقع ان هو يطلع لي انتجر، بينما لو جيت قلت له التايب بتاع فلوت خلي الثري تبقى فلوت وخلي التو كمان فلوت، اضربهم في بعض وهات لي الداتا تايب، المفروض يبقى النتيجة تطلع فلوت. لو عملنا الحسبة من غير ما نشوف الكلام ده فتطلع 6.0، ده معناه ان هو فاهم التلاتة والاتنين ان هما الاتنين فلوت. طيب لو جيت قلت له انتجر، لو جيت 3.6 مثلا انتر، طب لو جيت قلت له الانتجر بقى حولها لي الانتجر الرقم ده 3.6،
فهيحولوا الانتجر، معناه ان هو المفروض يشيل الجزء اللي بعد الفلوت اللي هو الجزء ده، فشال لي فعلا البوينت 6 بتاع من غير ما يعمل راوندنج، هو خد لي الانتجر بارت اللي موجود في الفلوتنج بوينت. يعني لو احنا عملنا 0.6 بالشكل ده او 0.6 في الغالب هيرجع لنا صفر، والصفر ده انتجر في الحالة دي. طيب الحقيقة دلوقتي لو انا عايز اطلع لليوزر حاجة معينة، مبدئيا اللي انا شايفه هنا اكن انا كتبت برنامج وشفت الريزلت بتاع البرنامج ده، خلصت البرنامج خلص عمل رن وطلع لي الاوتبوت، ومستني والان هنا مستني برنامج جديد. طبعا البرنامج ده ممكن يكون فايل كبير وفي اوامر كتير فتبقى الدنيا مختلفة، لكن انا اتخيل ان انا عامل برنامج كبير جدا، والبرنامج الكبير في وسط مرحلة ما عايز اطلع حاجة ولليوزر، فبكتب جوه البرنامج بتاعي برنت وبكتب الرقم بتاعي، عشان كده هنا ما طلعش كلمة اوت لان البرنامج لسه ما خلصش. البرنامج ممكن يكون هو شغال، اول ما اشوف كلمة اوت معناه ان البرنامج خلص، البرنامج اللي انا كاتبه خلص او هيبقى هنا في الحالة دي 12. تعالوا نشوف مثال على الكلام ده. هنا مثلا 3 زائد 5 مثلا فطلع لي اوت، لان البرنامج اللي انا كاتبه تقريبا خلص. لكن لو عملت برنت ثلاثة في ستة مثلا، البرنت نفسها طلعت لي 8، البرنامج بتاعي نفسه ما كانش فيه اوتبوت منه، فعشان كده ما بقتش شايف حاجة بعد كده، غير هنا ان الاوتبوت من البرنامج كان 8 فقال لي الاوتبوت كان 8. هنا انا طلعت برنت في وسط البرنامج. تاني لو احنا شايفين برنامج طويل وفي نص مرحلة ما عايز اطلع اوتبوت معين، وفي مرحلة تانية عايز اطلع اوتبوت معين، لكن لسه البرنامج مخلص، فهاتلنا اشوف اوتبوتس كتيرة طالعة من البرنامج بتاعي وهكذا. طيب اي اكسبريشن عندي في اي لانجوج هو عبارة عن ببساطة أنا بجمع مجموعة من الحاجات مع أوبريتور معين عشان أشوف فاليو معين. يعني أنا هنا عندي أوبجكت وليكن انتجر معين اللي هو فاريبل مثلا من نوع انتجر، ف A مثلا وده انتجر، وهنا الأوبريتور بتاعي بلس وهنا بي، ده انت فاريبل أو الانتجر فاريبل وده انتجر فاريبل، فهيجمع الاتنين ويطلعهم لي الريزلت بتاعي. تعالوا نشوف أمثلة على الكلام ده. هنا مثلا عندي two variables integer و integer وبنجمع الاتنين مع بعض، هنا بنطرح الفرق بينهم، هنا بيقول لي والله لو كانوا الاتنين integer يبقى النتيجة هتطلع integer ال i وال j، لو كانوا الاتنين if either or both float ال result float، يبقى ال dominant هو float. يعني أنا بجمع 5 زائد 6.5 ال output هيطلع 11.5. ليه؟ لأن في واحد منهم فلوت، فأنا إزاي هجمع ده وده وأحطه في النهاية في انتجر؟ كان هيطلع 11. تعال نشوف مثال كده بسيط. لو أنا عندي 5 زائد 6.1 فنلاحظ الأوتبوت 11.1. طب لو جيت قلت له 5 بلس انت 6.1، طيب الانت هترجع لي ايه؟ هترجع لي 6 بقى انتجر وانتجر، فالمفروض الاوتبوت يطلع 11 اللي هو انتجر. الاوبريتور اللي بعد كده اللي عندنا اللي هو البرودكت، ان هضرب حاجتين في بعض، هنا الديفيجن، وهنا بيقول لي ان النتيجة هنا الريزلت هتبقى فلوت. طبعا احيانا انا عايز اعمل انتجر ديفيجن، فيبقى عندي الاثنين ديفايد دول لازم عشان اعمل انتجر ديفيجن. يعني سي لو انا بقسم 5 على الاثنين بالشكل ده هشوفها 2.5، لو بقسم 5 ديفايد 2 هشوفها 2 في الحالة دي. علامة البرسنتج هنا بترجع لي الريمايندر، يعني 5 برسنتج 2 هيطلع لي 1 اللي هو 5 على 2 فيها الاتنين والباقي 1. الاتنين مالتبلاي دي معناها الباور، يعني انا لو بقول 2 وهنا باور 3
فهيبقى 2 في 2 هيطلع بيساوي 8. دي البريمتيف اوبريشنز العادية اللي عندنا، اللي على الفلوت وعلى الايه الانتجر، ودي الحاجات البيزكس الأساسية. طبعا في بايثون، في اي لانجوج الحقيقة، دايما لو انا عندي الاوبريشن كده فدايما هيعمل المالتيبليكيشن الاول وبعد كده يعمل الاديشن، الا لو في اقواس، يبقى الاقواس بتقول له لا لازم تعمل دولت الاول وبعدين النتيجة هتتضرب في ده. وهنا في حاجة اسمها الاوبريتور بريسيدنس. البريسيدنس بتقول لي القوة، يعني سي لو انا عندي الباور، اعلى حاجة هي الباور وبعدين المالتبلاي وبعدين الديفايد وبعدين الاد والسبتراكت. تعالوا نشوف مثال. لو انا عندي 2 وبعدين في مالتبلاي مالتبلاي 3 وبعدين في مالتبلاي تاني 2 وبعدين في بلس 1، ايه الترتيب هنا؟ قلنا اعلى حاجة هنا هتتنفذ هي ايه؟ هي الباور، يبقى لازم هيعمل لي 2 باور 3 اللي هي 8. لو عندي بلس وعندي سوري مالتبلاي وعندي بلس، مين الأعلى في الترتيب؟ ده رقم 1، ده رقم 2، ده رقم 3، ده رقم 4. وبالمناسبة ده هنا مش هتفرق الخمسة بعدين الستة، تمام. المالتبلاي الاد والسبتراكت الاتنين نفس الايكوال. طيب خلاص دولت بقوا 8، هنا هنعمل الاد الأول ولا نعمل المالتبلاي الأول؟ اتفقنا بالترتيب ده يبقى المالتبلاي الأول، يبقى هنا المفروض يبقى 16 بلس 1. طبعا محدش يجي يقول دي هتبقى 3 multiplied by 8 فهتبقى 24، ده غلط لان احنا قلنا هنا المالتبلاي الاول، ودي غالبا في كل البروجرامنج لانجوج مش الحقيقه بايثون بس. طيب هنا فكره الاساينمنت بقى، يعني ايه اساينمنت؟ يعني انا باساين variable معين بحط فيه value معينه. ايه هو الفاريبل؟ هو مكان في الميموري. انا عندي الكمبيوتر بتاعي فيه ميموري كتيره جدا ومرصوصين ورا بعض، المكان ده هسميه باي. يبقى انا طول ما انا شغال في البرنامج بتاعي لو كتبت باي معناه انه هيروح يكتب في المكان ده في الميموري قيمه معينه، القيمه اللي انا عايزها دي. طب لو انا عايز اقول له حط القيمه دي في الباي، بنستخدم علامه الايكوال. يبقى علامه الايكوال هنا مش كونديشن، ده بيأساين، يعني بقول له روح حط 3.14 دي حطها في المكان اللي في الميموري اللي اسمه باي اللي هو ده. ده معناه ان بعد الانستراكشن ده المكان ده هيبقى 3.14، وباي ابروكسيميشن ده مكان تاني في الميموري، ممكن يبقى باي مكان تاني. هيحسب الحسبة دي الاول اللي هو الديفينيشن قلنا عليها، وانه قلنا ان هو البايثون هيحسبها في الاول وقبل ما يشغل البرنامج، وبعدين يروح يكتب يعمل اساين للمكان اللي في الميموري بالقيمة دي. هل نقدر نقرا المكان اللي في الميموري ده؟ اه نقدر نقراه، نقدر نقول في فاريبل تاني اسمه ايه بيساوي باي. معناه ايه؟ ان روح هات لي المكان اللي في الميموري اللي احنا لسه كنا كاتبينه اللي اسمه باي ده، وعندي مكان في الميموري تاني اسمه ايه، روح هات المكان اللي هنا الداتا اللي جوه الايه الباي ده وحطها في الداتا اللي جوه في مكان الايه. يبقى بعد الانستراكشن ده بعد ما اللي احنا منفذينه المفروض الايه يبقى فيها 3.14. طبعا اسئله كتير، ليه طب احنا بنستخدم اللي في المكان اللي في الميموري ده، ليه بنستخدم له اسم ده؟ الحقيقه طبعا هيسهل لنا البرنامج كتير جدا. حاجه زي الباي دي مش كل شويه هروح اكتب رقم، ده غير ان بعد شويه هنلاقي اكسبريشنز كبيره وصعبه وفيها تفاصيل، فيبقى طريقه كتابه مثلا للاريا بالطريقه دي هتبقى احسن بكتير من ان انا اقعد اكتبها بارقام. تاني حاجه ان الراديوس ده اللي هو فيه 2.2، لا ده ممكن يبقى يوزر انبوت، فيبقى القيمه بتاعته بتتغير وبنحطها في الايه في المكان اللي في الميموري ده. فاكن انا معايا بالظبط كده هولدر، معايا كيس كده، الكيس ده ممكن اغير فيه القيمه وات ايفر القيمه اللي جواه، وبعدين اقوم رايح اعمل الحسبه دي. لكن لو تخيلنا ان الحسبه دي انا كتبتها بالطريقه دي، كتبت الباي اللي هي
3.14 والراديوس 2.2 باور 2. طيب دلوقتي انا عايز اليوزر يغير القيمة، هروح اغير الكلام ده ازاي اذا كان كاتب رقم مش كاتبه معتمد على مكان في الميموري ممكن يتغير واليوزر يغيره؟ فطبعا مش هينفع الكلام ده. فالكلمة ان انا اعمل الفاريبل ليه نيم، اولا اليوزابيليتي وال الاريا اللي اتحسبت هنا دي نقدر نستخدمها في مكان تاني، الباي اللي محسوبة من هنا نقدر استخدمها في مكان تالت، مش كل شوية اروح اعمل الحسبة تاني استخدمها في مكان تاني. يعني ايه؟ انا اروح اعمل ريتريف، اروح اجيب اللي في المكان اللي فيه الباي واحطه في اكسبريشن تاني واكسبريشن تالت. النتيجة الريزلت اللي طلعت هنا اللي برضو راحت اتكتبت في مكان في الميموري اسمه اريا، سميناه اريا، اقدر اعمل لها ريتريف واقراها في مكان تالت ونشتغل عليها تاني. طبعا الحقيقة الناس اللي بتبدأ البروجرامنج بيبقى عندها مشكلة في انستراكشن زي كده، يعني ايه ريديوس بيساوي ريديوس زائد واحد؟ طبعا دي الحقيقة اي حد بيبدأ بروجرامنج بيبقى عنده مشكلة، يعني المفروض ريديوس بيساوي ريديوس، يعني ايه تيجي تقول لي ريديوس بيساوي ريديوس زائد واحد؟ ريديوس بيساوي ريديوس زائد واحد معناها ايه؟ قبل ما اكتب الانستراكشن ده انا كان عندي الريديوس سي في 5. طيب هو عمل ايه في الجزء ده اللي على الرايت ده اللي على اليمين ده؟ راح قال جاب الخمسة قراها وجمع عليها واحد، وبعدين هنا هيعمل حاجة اسمها الاساينمنت، قلنا ايكوال اساينمنت، يعني هياخد القيمة اللي هتطلع من هنا اللي هي 6 يروح يكتبها في المكان اللي اسمه ريديوس. فالانستراكشن اللي بعد كده هيبقى الريديوس بقى فيها 6. يبقى هنا دي مجموعة من الأوامر، هنا بيعمل ريتريف للريديوس اللي هي كان فيها 5، وبعدين بيعمل اديشن اوبريشن معاها 1، وبعدين بيعمل اساينمنت تاني للراديوس اللي المكان اللي في الميموري ده وبيكتب فيه الستة. الانستراكشن ده طبعا او الشكل الاكسبريشن ده من حيث الماثيماتكس الحقيقه شكله غريب، لكن من حيث البروجرامنج شكله منطقي جدا 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 وما فيهوش اي مشكله.